خير يا فندم، انا سعيد العطعوتي، قالوا لي ان حضرتك عايزني. اتفضل يرتاح يا استاذ سعيد. قول لي الاول، تحب تشرب ايه، برتقال ولا نجيب ليمون؟ لا مفيش داعي لاي حاجه، انا واخد اذني في ساعه واحده ويا دوب ارجع المدرسه. للاسف يا استاذ سعيد، الموضوع اللي انا عايزك فيه غالبا هياخد وقت مننا اكبر من كده. موضوع ايه يا فندم؟ الموضوع اللي انا عايزك فيه بخصوص الانسه سعيده خطيبتك. مالها سعيده؟ جرالها ايه سعيده؟ الانسه سعيده اثناء عودتها بالامس لمنزلها وفي منتصف الليل تعرضت لحادث سير، حادث بسيط. 3 شبان منحرفين استوقفوها في شارع ضلمة في منطقة مقطوعة، وقاموا بالاعتداء عليها بالتناوب فيما بينهم. اعتداء؟ يعني اعتداء؟ ضربوها يعني؟ لا ضربوها ايه بس يا استاذ سعيد، بقولك 3 منحرفين وفي حتة مقطوعة في منتصف الليل وكمان في شارع ضلمة. تفتكر بنت جميلة زي خطيبتك سعيدة لما تتعرض لاعتداء في ظروف زي دي يبقى برضو اعتداء بالضرب؟ حضرتك تقصد انهم سيكو سيكو؟ بالتأكيد هو ده اللي حصل، وهو ده اللي انا اقصده. الكلام ملهوش معنى تاني غير كده. حضرتك بتقول 3؟ للأسف 3. اسميهم موجودة في الكشف اللي قدامك ده، سعد بشلة ومسعد سنجة وسعداوي أرن غزال. الظاهر البنت دي مساعدة من يومها، سعد ومسعد وكمان سعداوي، لقوا كمان هي اسمها سعيدة، يعني ما كانش فاضلها غير سعيد وتبقى خدت حظها كله. أنا سعيد حضرتك. أيوة أنا عارف، بس أنت لسه دورك مجاش. دوري؟ هي بقت بالدور؟ بأسبقية الحجز؟ لا مش للدرجة دي يا أستاذ سعيد، كل واحد فيهم يدوب أخد لفة، لكن أنت هتبقى صاحب العجلة كلها. عجلة؟ سعيدة خطيبتي أنا بقت عجلة؟ يا سيدي ما تكبرش الموضوع قوي كده، اعتبرها عربية أجرة وهنقلبها ملاكي. هي إيه دي اللي اعتبرها أجرة ونقلبها ملاكي؟ خطيبتك سعيدة، نعتبرها يا سيدي ملاكي مستعمل، قطعت 20-30 كيلو قبل ما تشتريها، وهتكمل بقية المشوار معاك انت. 20-30 كيلو مع 3 غيري؟ للأسف، لكن اطمن يا أستاذ سعيد، العربية بنفس حالتها بنفس كفائتها، لأن الاعتداء اللي تم عليها تم زي ما قلتلك بالتناوب. يعني ايه بالتناوب؟ جرى ايه يا أستاذ سعيد؟ ده انت مدرس لغة عربية، انتوا مش برضو في المدرسة بتقسموا اليوم الدراسي لمجموعة من الحصص، كل مدرس بياخد حصته وبعدين يفسح المجال لمدرس اخر زميل يدلو هو الاخر بدلو من معين علمه ومعرفته، يعلم الاولاد ويشرح لهم بتراوي وبتأني بالدور يعني يا استاذ سعيد. 3 حصص ورا بعضهم ليه؟ الامتحانات بكرة، ومين يستوعب ده كله؟ دي الحصة الواحدة تاخد لها ساعة الا ربع. لا مش للدرجة دي يا استاذ سعيد، هم انجزوا 3 حصص بتوعهم قول كده في ساعة واحدة تقريبا، الظاهر كانوا مستعجلين وبيلموا المنهج. منهج؟ سعيدة خطيبت انا بقت منهج؟ وهي فين دلوقت؟ زمانها على وصول، عندها حصة سريعة وهتيجي على طول. حصة تاني ليه؟ يا أستاذ سعيد ما تسقش الفهم، الأنسة سعيدة عندها حصة علاجية في المستشفى وهتيجي على طول. هي المستشفيات كمان بقت بالحصص؟ دي حاجة بسيطة زي ما بقولك، من حقهم برضو يطمنوا عليها. فهمتك، تقصد تقول ملزمة يعني. ملزمة سريعة وتيجي على طول، مش أكتر من ربع ساعة كمان. أنا ليا طلب عند سعادتك في الربع ساعة دي. أؤمر يا أستاذ سعيد، تحب اجيب لك ليمون ساقع يبرد دمك؟ انا مفيش حاجة اتبرد دمي الا حاجة واحدة بس، اشوفهم ودلوقتي حالا. انا بقول من الافضل تصرف نظر عن الفكرة دي. وانا بقى مش همشي من هنا الا لما اشوفهم الاول. اللي تشوفه، بس حب انك تعرف الاول ان الـ3 سعد ومسعد وسعداوي معاهم شهادات طبية تفيد بانهم مرضى نفسيين، ويجب معاملتهم معاملة الأطفال كمان.
القوى الأمنية اللي قامت بضبطهم وإحضارهم لم يتمكنوا من انتزاع الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزاتهم. أطفال وبيدوا حصص؟ أي يا سيدي، وكمان معهم أسلحة، يعني مش بعيد لو أصريت على طلبك ودخلت تقابلهم في الحجز جوه، مش بعيد انت كمان تاخد لك حصتين تلات. تمام يا فندم. ما تخافش يا أستاذ سعيد، قمت ليه؟ اتفضل ارتاح، ده الشاويش مرسي معانا في الاسم هنا. اتفضل ارتاح، المجرمين في الحجز ومحدش منهم يقدر يخرج بره، اطمن. خير يا مرسي، في ايه؟ المتهم وصلت سعادتك. متهمة مين يا ابني؟ المدعوة سعيدة سعدة المسعداوي. المدعوة سعيدة سعدة المسعداوي ضحية مش متهمة. ضحية يا مرسي، دي اخر مرة يا مرسي هتجاوز فيها عن اخطائك السخيفة دي. انت مش شايف الراجل قدامك تعبان ازاي؟ الراجل فيه اللي مكفيه ومش ناقص، هو يقصد يقول ضحية مش متهمة يا استاذ سعيد. وسعيدة تبقى متهمة ازاي؟ ايه، هي اللي اديتهم الحصص؟ التلميذ اتفوق على استاذه؟ المهم ان الانسة سعيدة بخير ودلوقتي هتكون معانا. الانسة تلات حصص بالتناوب ولسه بتقولي انسة؟ طب تيجي ازاي دي؟ بسيطة يا استاذ سعيد، المشاكل دي بقت بسيطة دلوقت وليها مليون حل يا سيدي. اللي اتشرخ يتصلح واللي اتكسر يتدغدغ. هو ايه ده اللي يتدغدغ؟ القضية، القضية هي اللي تتدغدغ ونمحي أثرها ويبقى ولا أكنها حصلت. من حسن الحظ إن محدش عارف باللي حصل. الحادث زي ما قلتلك حصل في منطقة بعيدة وفي ساعة متأخرة، يعني ممكن ببساطة وبجرة قلم بدل ما نقول في التحقيقات إنها جريمة سيكو سيكو نقول إنها محاولة سرقة بالإكراه، حادث معتاد وكتير مننا بيتعرض له. وبكده نبقى عالجنا المشكلة، ويا دار ما دخلك شر. وحق سعيدة يضيع وحق أنا يضيع. بقولك التلاتة مرضى نفسيين ومعهم شهادات طبية تفيد بكده، يعني القضية قدام المحكمة مش هتبقى قضية كبيرة زي ما انت فاكر، وفي الآخر مش هينوبكم غير الفضيحة وبس. إن الله حليم ستار. تلاتة يغتصبوا بنت وكمان كان ممكن يقتلوها بالسلاح اللي كان معاهم وتبقى قضية بسيطة. نعتبر التلاتة يا سيدي تحت سن المساءلة القانونية، ساعتها كان ايه اللي هيحصل؟ مفيش قضية كبيرة ولا حاجة، هياخدونهم كام سنة وبعدها يخرجوا ويعيشوا حياتهم بالطول وبالعرض. او نعتبرهم يا سيدي تلاتة من ابناء كبار المسؤولين او من ابناء كبار رجال الاعمال، ساعتها كان ايه اللي هيحصل؟ برضو ما كانش هيبقى في قضية. المحكمة بتحكم بالاوراق اللي قدامها، والادلة اللي بتتقدم للمحكمة في الحالات اللي زي دي بتبقى ادلة براءة مش ادلة اتهام. هو ده القانون وهي دي احكام. قلت ايه يا بطل؟ قلت ان القانون اللي انت بتتكلم عنه ده يبقى قانون ساكسونيا، يبقى قانون فيشينج، ضرب نار في الهوا لا يصيب الهدف ولا يداوي الجرح. وانا بقى ولا هرتاح ولا هيهدالي بال الا لما القانون ده يتغير. يسقط قانون ساكسونيا، يسقط قانون ساكسونيا، يسقط قانون ساكسونيا.